شهدت مدينة تعز اليمنية مسيرة للتنديد بما أسموه إمعان القوات التابعة للرئيس علي عبد الله صالح في قتل المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، وطالب المشاركون بمحاكمة الرئيس صالح لما ارتكبه من جرائم بحق الشعب على حد قولهم. وقد تعرضت المسيرة إلى إطلاق للنار من قبل من يوصفون بالبلاطجة، وأصيب 4 متظاهرين بجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى. وقد جرت في تعز أمس اشتباكات بين قوات الرئيس صالح ومسلحين مؤيدين للثورة أدت إلى مقتل شخصين وجرح امرأة. وقد عرضت الفرقة الأولى